بسم الله الرحمن الرحيم. نبدي اليوم على بركة الله شرح مادة الجيولوجيا الهندسية اللي هي إحدى مقررات الهندسة المدنية اللي تدرس للطلبة في السنة الدراسية الأولى. الهدف من شرح هذه المادة وأخذ محتوياتها هو الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الجيولوجية المؤثرة على الأعمال الهندسية والبنى التحتية. مستقبلاً هذه العوامل ممكن أن تؤثر في اختبار الموقع المراد بناء المنشأ عليه، وأيضاً نوع التصميم المختار لهذا المنشأ، مراحل البناء التي يمر بها هذا المنشأ، وفي المستقبل تشغيل وصيانة المنشأ. المصادر المعتمدة في تدريس هذه المادة أو اللي ممكن أنه الطالب يعتمد عليها كمرجع أساسي لهذه المادة هي 4 كتب مدرجة، وممكن أنه يجدها الطالب في المكتبات العامة في مكتبة الكلية أو في مكتبة الجامعة. الفصل الأول طبعا يتضمن مقدمة عن مادة الجيولوجيا، والمقصود بها هي علم الأرض، وممكن أنه نعرف علم الجيولوجيا على أنها علم دراسة الأرض المكون من مقطعين اللي هي جيو وتعني الأرض، واللوجس التي هي تعني العلم، ومدمجها هي الجيولوجيا أي بمعنى علم دراسة الأرض. طبعا يهتم هذا العلم بدراسة وتفصيل الأمور التالية اللي هي أولا أصل الأرض، مكوناتها، شكلها، تاريخها، العمليات التي أثرت وتؤثر على شكلها السابق والحاضر، القوى الطبيعية المؤثرة التي تغير ولا تزال تغير من كوكبنا الحالي، التركيب الكيميائي للمواد وماضيها كما تعكسه البقايا العضوية التي حفظت على مدى السنين في طبقات القشرة الأرضية، الأجسام الساقطة من الغلاف الجوي التي ممكن أن تعكس هي المراحل الأولية لتكوين الأرض، ويشترك بها طبعا الحوادث وطبيعة القوى التي أوجدت الأرض. أيضا تتضمن بقايا الأشكال والمراحل التي مرت بها القشرة الأرضية، فبالتالي أن جميع المعلومات التي جمعت حول كوكب الأرض قد وضعت لخدمة البشرية، واكتشاف أو التعرف على الظروف اللي ساعدت في طبيعة تكوين القشرة الأرضية. لذلك يقع على عاتق المهندس أو العالم الجيولوجي البحث عن المزيد من الأجوبة لغرض تطوير الفهم الإنساني للكرة الأرضية من خلال طبعا البحث العلمي، من خلال الاختبارات اللي تجرى على التربة. لذلك لازم هذا الشخص أو المهندس أو العالم الجيولوجي لازم يكون مؤهل لمعرفة كافة الفحوصات اللي يجريها، حتى ويكون طبعا لازم مدرب عليها. ومن أهم واجباته اللي هي فحص الموقع وإجراء الاختبارات الميدانية ودراسة مواقع الأنفاق والسدود، المنحدرات الصخرية وحماية الشواطئ، وأيضا تقييم الآثار الناتجة عن مخاطر السيول والفيضانات وزلازل والبراكين طبعا. والهدف أنه أنا من أجي أصمم منشأ على مكان معين لازم أنا دارسة هذا الموقع بصورة شاملة حتى أتمكن أن أتخذ قرار أنه هذا الموقع هل هو مفيد إلي بالمستقبل أنه أنشأ عليه هذا المنشأ أو لا. فلازم أنا أكون على دراية كاملة بطبيعة الأرض اللي أنا راح أنشأ عليها هذا المنشأ، بعدها وقربها من المناطق الزلزالية، بعدها وقربها أيضا من البحار، تواجد المياه الجوفية في هذه الأرض، هذه كلها ممكن أنه مستقبلا تأثر على الأساس مال هذا المنشأ، وأحاول أنه أتفادى قدر الإمكان الكوارث اللي ممكن أنه تحيط بهذا المنشأ. فروع علم الأرض، طبعا اتفق العلماء على أبسط تصنيف وتقسيم لعلم الأرض بأخذ الحالات الثلاثة للمادة بنظر الاعتبار، لذلك قسموا إلى 3 أقسام رئيسية: العلوم الجيولوجية اللي هي تدرس القشرة الأرضية أو ما يتعلق بالجزء الصلب من ظاهر الأرض، فيشمل هذا خواص الفيزيائية والكيميائية للتربة، مكوناتها، أيضا المياه
علم المياه يشمل دراسة الغلاف المائي، وأيضا يشمل دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية للمياه الجوفية، حركتها داخل الأرض، الأنهار، طبيعة المجرى مال هذا النهر، ممكن أنه هل يتوسع بالمستقبل أو لا، يمر داخل هذه المدينة، شنو تأثيراته، هل ممكن أنه يحصل فيضان في المستقبل أو لا. فلازم يكون معلومات عندنا شاملة عن هذا الموضوع. علم الأنواع الجوية اللي هو يتعلق بدراسة الغلاف الغازي الجوي للأرض، ويشمل أيضا طبقات الغلاف الجوي والغازات المكونة لها. أقسام العلوم الجيولوجية أيضا مثل ما قلنا أنه مو فقط يعني هي حالات المادة والمياه وحالات الأنواع الجوية، أيضا العلوم الجيولوجية متشعبة، ممكن أنه تدرس علم الصخور والمعادن، أيضا علم بناء البلورات، علم مغناطيسية الأرض، كم طبقة عندنا تحت القشرة الظاهرة عندنا على الأرض، أيضا علم المتحجرات، هذه ممكن أنه تدخل في كقسم من أقسام العلوم الجيولوجية، علم الزلازل والبراكين، علم الجيولوجيا مال النفط. فهذه الأمور كلها تدرس أو تدرس، ولازم يكون المهندس الجيولوجي أو العالم الجيولوجي على معرفة تامة بهذه الأقسام، حتى يقدر بالمستقبل أنه من يجري عملية كشف على موقع معين مراد إنشاء مبنى عليه، فلازم يكون عنده معلومات كاملة وأحاطة كاملة بالمراحل العملية اللي يجريها على كشف هذا الموقع. إسهامات العلماء العرب في علم الأرض، طبعا سابقا كان العلماء العرب والمسلمين لهم دور لا يمكن نكرانه في طبعا معالجة المفاهيم والأفكار العلمية المتعلقة بالعلوم الجيولوجية. لذلك كانت هذه العلوم لها طبيعة متكاملة وحاوية للوصول إلى فهم موحد لنظام الطبيعة. لذلك قسموا العلماء سابقا العلوم إلى مملكة الحيوان ومملكة النبات وتوسعوا طبعا فيها، لكن بمرور وتقدم الزمن بدأوا يهتمون بالمعادن، لذلك قادتهم هذه إلى تثبيت العديد من القوانين والمشاهدات الجيولوجية الدقيقة، تصوير التغييرات الجيولوجية أيضا للأرض، وانتقال طبعا مواقع البحار واليابسة، ظهور مثلا جزر جديدة أو نتيجة الزلازل، نتيجة البراكين، فكانت لهم سجلات لتاريخ الأرض، واهتمامه ولع أيضا بطبيعة المياه الجوفية وأنظمة حفر القنوات وحفر الآبار. فبدأت من هذه المرحلة الاهتمام بعلم الجيولوجيا. أول العلماء اللي كتبوا عن الجيولوجيا هو العالم ابن سينا، طبعا كتب مقالتين، هذه المقالات كانت تتضمن العديد من الآراء العلمية في مختلف فروع علم الأرض، ناقش تكوين الصخور وأشار أيضا إلى قانون تعاقب الطبقات وتكون الطبقات بالترسيب والتبخر في البحار وعلم المعادن. لذلك كان أبرزها هو تكوين الجبال بسبب اضطرابات، تشير إلى الاضطرابات اللي تعرض لها القشرة الأرضية بسبب الزلازل والبراكين، وأيضا انتقال أو ظاهرة الطبقة اللي تحصل بالتربة بسبب السيول الجارفة اللي تحمل معها ذرات التربة إلى الأودية والسهول. أيضا كتب هذا العالم ابن سينا عن الأحفوريات، عن الشهب والنيازك بنوعها طبعا الحجري والزلازل، وكانت إلى مساهمات فذة في شرح أيضا الغلاف الجوي وطبيعة مكوناته. نجي إلى العالم البيروني اللي كان له دور في إغناء العلوم الجيولوجية، أيضا ساهم في تثبيت أساس علم قياس الأرض، وقدر محيط الأرض وحسب نصف قطر الأرض بمعادلة معروفة وهي معادلة البيروني. أيضا ناقش ظاهرة المد والجزر اللي تحصل أثناء الليل والنهار تحديدا في فترة الفجر والمغرب،
وأشار إلى فكرة الجاذبية الأرضية وأيضا دوران الأرض حول نفسه، أيضا فطن إلى دورة المياه في الطبيعة وتكوين الينابيع والعيون، فسر أيضا عوامل التأرية وتكوين السهول الرسوبية، أضاف إلى إسهامات بارزة في علم المعادن وحساب الأوزان النوعية إلها بدقة كبيرة. إخوان الصفا اللي اشتهروا في جنوب العراق تحديدا في منطقة أو مدينة البصرة، كان لهم أيضا دور وإسهامات في كتابات عن أصل الكواكب والأرض والمعادن والأحجار الكريمة، وخاصة في القرن العاشر الميلادي. أيضا تكلموا عن أسباب حدوث الزلازل، وتبعهم بعد ذلك إسهامات أخرى للعرب، من أهمهم اللي هم أبو جعفر الطوسي، وقال أن الشمس هي مركز المجموعة الشمسية وليس الأرض. أيضا كان هناك زكريا بن محمد القزويني إلى كتابات عن الفلزات والمعادن والنفط والقير. أبو جعفر اللي بعده كان الإدريسي، أول من ساهم في رسم الخرائط الدقيقة عن العالم ومواقع البحار واليابسة، وأيضا مواقع المعادن على الخريطة. عندنا الأسيوطي أيضا ساهم في تسجيل الحوادث، منها الزلازل والبراكين على فترات طويلة، وربما هي كانت مرحلة الانطلاق الاهتمام بالعلوم الجيولوجية. الرازي وجابر بن حيان وابن الحسيب، هذا كانوا لهم أيضا اهتمامات بتسجيل الحوادث الجيولوجية منها الزلازل، وأيضا بعض الأفكار والمشاهدات البيئية الدقيقة. هذا الفيديو طبعا يشرح لنا هنا موقع الأرض أو شكل الأرض قبل ملايين السنين، وكيف كانت الأرض وبدأت تتطور وتظهر عندنا أجزاء اليابسة وأيضا تتوسع وتنفصل عن بعضها البعض على مدى ملايين السنين وتكون البحار، إلى أن وصلنا إلى الشكل الأخير إلى الكرة الأرضية. أترككم مع هذا الفيديو اللي يتكلم عن 600 مليون سنة قبل وقتنا الحالي. طبعا أبرز من درس الظواهر الجيولوجية هم البابليون والأغريق، واعتبروا الأرض هي مسطحة وتحيط بها المياه من كل جانب، لكن هذه التطورات بتطور المشاهدات عند الأغريق وخصوصا أفلاطون اعتقد أنه الأرض هي كروية، واستنتج أيضا أرسطو الحقيقة ذاتها من ملاحظة ظل الأرض على سطح القمر عنده الخسوف. أيضا تطورت المشاهدات عند الرومان وبعد ذلك العرب والمسلمين، خاصة بعد القرن الأول الميلادي، وبدت هذه التطورات تأخذ دورها في أوروبا في بداية القرن الخامس والسادس. بدأوا يهتمون بعلوم الفلك والجيولوجيا، وخاصة دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية برزت معظم العلوم الجيولوجية على أيدي علماء، وبدأت الشعب وتتطور وتتطور عندنا المختبرات، مما ساعدنا أيضا في إجراء الفحوصات الدقيقة وعمليات الحساب. ممكن أنه نشاهد مقطع طولي في باطن الأرض، لاحظ أنه الجزء الظاهر إحنا من اللي نسكن عليه اللي هو القشرة الأرضية، ودائما تكون هذه صلبة وممكن أنه تحوي على مصادر المياه اللي ممكن أنه تكون على شكل بحار أو أنهار أو مياه جوفية، وشوية شوية
تبدي باطن الأرض يتصلب وينقسم إلى وشاح خارجي ووشاح داخلي، وكل ما يتعمق في باطن الأرض راح نبدي نقترب من السوائل الصهارة ونواة الأرض. تكون طبعا كل ما نتعمق احنا درجة الحرارة تزيد بمقدار 30 درجة لكل كيلومتر نزولا، وراح نشرح لكم هنا طبعا تكوين الصفائح التكتونية. وهذه الصفائح التكتونية هي نتيجة الحركات الزلزالية للأرض أو خروج البارد. تخرج الصهارة من باطن الأرض مثل ما راح تشوفون هسه في هذا الفيديو. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart. And it's this that ultimately causes the continents to move. Where the plates collide, the rock on the seafloor containing carbon from the dead plankton is carried deep into the Earth. As it descends, this layer of rock is heated. So the rock melts, releasing carbon dioxide. And gas is returned back into the atmosphere during an eruption. The remarkable cycle is complete. علاقة علم الأرض بالعلوم الأساسية، طبعا ترتبط العلوم الطبيعية مع بعضها البعض حتى تكمل إحداهما الآخر، وعلم الأرض دائما يستعين بباقي العلوم مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك. طبعا العلماء الجيولوجيين يحتاجون علم الكيمياء لأنه له صلة مباشرة بعلم المعادن وعلم تصنيف الصخور. أيضا علم الفيزياء يرتبط بعلم بناء البلورات وعلم المعادن والجيولوجيا التركيبية. أيضا علم الرياضيات إلى صلة قوية في إدخال مفاهيم الأحصائية والرياضيات وأحتاجها في بناء المعادلات والحصول على استنتاجات ذات طابع كمي. أيضا علم الفلك طبعا يدرس أو يدخل في اختصاص علم الأرض لأنه يدرس أصل المجموعة الشمسية وتفسير بعض الظواهر الطبيعية المتعلقة بالمجرات والبحوث الكونية. مثل ما قلنا أنه الأرض مو فقط هي تربة وإنما أيضا أكو أجسام ساقطة من الجو، هذه أيضا لها مساهمات في تكوين القشرة الأرضية أو يعني في الأرض. الجغرافيا أيضا طبعا مو بس الرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك، أيضا الجغرافيا لها علاقة بعلم الأرض اللي هي تدرس من خلالها شكل الأرض، عوامل التعرية، عوامل التجويل اللي تحصل، عملية توزيع القارات المحيطات. أيضا علم المناخ القديم ممكن أنه يدرس الترسبات الجيولوجية اللي حصلت بالعصور الجيولوجية السابقة. دراسة العلوم الزراعية أيضا لها علاقة مباشرة بين أنواع مكونات التربة وطبيعة التكوينات الجيولوجية. أيضا المناطق اللي تكون بها تراب كلسية مرتبطة بوجود تكوينات جيولوجية كلسية. أيضا علم الأرض إلى ارتباط وثيق بالعلوم الهندسية، مواد البناء، اختيار مواقع المنشآت، أيضا تحديد الأساسات، مواقع السدود وخزانات المياه، كلها تعتمد طبعا على الخلفية الجيولوجية للأرض المشيدة عليها. فمثل ما قلنا أنه علم الأرض هو علم شامل يدرس كافة العلوم الأخرى اللي من خلالها أقدر أكتشف أو أحدد نوع الموقع أو نوع الأرض اللي راح أقيم عليها يعني المبنى أو المنشأ. طبعا من خلال أني دوري كمهندس جيولوجي أو كعالم جيولوجي
من خلال المعلومات أنا اللي اكتسبتها في دراستي وفي عملي، أنا شلون راح أفيد المجتمع بها. طبعاً علم دراسة الأرض له عدة تطبيقات، منها أنا أقدر أبحث عن الموارد الطبيعية اللي موجودة في باطن الأرض، اللي تشمل طبعاً مياه، معادن، وقود، سائل وصلب، وأحجار وصخور صناعية. شلون أقدر أنا أستفاد من أدها وأوظفها لخدمة المجتمع. النقطة الثانية اللي هي نتيجة الزيادة السكانية، طبعاً هناك طلب متزايد على مصادر الطاقة اللي هي النفط والغاز، الفحم الحجري، المعادن المشعة. أنا هذه كل الأمور أنا أستفاد منها حتى أقدر أوظفها في تزويدي بالطاقة. لذلك يتم الكشف عن هذه الأمور باستخدام وسائل التحسس النائي. أيضا هذا العلم، علم الأرض، له دور بالمجتمع من خلال أنه أقلل من المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل والبراكين. هذه ممكن أنه مستقبلاً ينتج عنها تلوث للأنهار واليابسة والهواء. فأني لازم كمهندس جيولوجي أو كعالم جيولوجي لازم أكون على أحاطة كاملة بهذه المخاطر، وإشلون أنه أعمل تفادي للمنشأ اللي أنا راح بالمستقبل راح يسكنوا ناس، وأحافظ على أرواحهم وأيضا أحافظ على سلامة المنشأ. طبعا مع التوسع العمراني وزيادة النسبة السكانية لازم أنا أختار أراضي صالحة للسكن وأيضا للتوزيع السكاني الأمثل. يعني أنا ما أقدر أصمم هنا مدينة مثلا في منطقة صحراوية، أنا لازم أعرف شنو وسائل اللي ممكن أنه أوفرها للعيش بصورة سليمة. فلازم يكون عندي هناك مصادر للمياه وأيضا مصادر للطاقة. هذا كل ما يتعلق بالفصل الأول اللي هو